فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم جمع الإنسان الصلاتين قبل السفر لكن عنده نية سفر؟ لا، ما يجوز هذا، لا يجوز الجمع إلا إذا خرج من عامر البلد، يجوز له الجمع والإفطار في رمضان إذا خرج من عامر البلد. أما ما دام في بيته وهو ينوي السفر أو يمشي في البلد فهو لم يسافر بعد. نعم، السفر من السفور وهو البروز، فإذا برز من البنيان قاصدا السفر تبدأ الرخص. نعم.